فشل الانقلاب وجاء وقت الحساب. هكذا اختارت جمعية الخطابة والعلوم الشرعية بصفاقس عنوان مسيرة مساندة الشرعية التي انطلقت من مسجد اللخمي بصفاقس وبقيادة أئمة الجهة. المسيرة هذه والله اخذت على عتقها الأئمة تاع صفاقس نظرا للأحداث الجارية وخوف الأئمة هذه على الفتنة اللي قاعدة تصير لو كانت تكبر وتحب توحد صفوف الشعب وتلمهم تحت راية واحدة وتحاول تصلح لهم تفكيرهم وتقول لهم لا. المسيرة للتمديد بالانقلاب، للترحم على الشهداء من جيشنا الباسل، ولرفض الاغتيال والعنف، والدعوة إلى الوحدة الوطنية، ولمحاسبة الانقلابيين. الحمد لله رب العالمين الذي حفظ وطننا، ونشكر الجيش التونسي والأمن التونسي اللي حماوا البلاد هذه، والحمد لله رب العالمين. مسيرة حضرتها جموع حاشدة رافعة راية التوحيد والوطن من أجل مساندة الشرعية ورفض التحركات الشعبية لإسقاط الحكومة بعد موجة الاغتيالات التي شهدتها الجمهورية التونسية. مسيرة اليوم للإسلام ولكل شيء، مسيرة خارق العادة، وهذه تعبيرا لك جماعه المعارضين اللي يكذبوا علينا ويقولوا الشعب كره الحكومه. هذا مو الشعب، هذا مش يتسموا. خرجنا لدعم الشرعيه، التنديد بالانقلاب العسكري او الانقلاب الغاشم الذي يريدونه على السلطه، فهمت؟ وهذا يريد الشعب قال كلمته اليوم. كل معناها اللي لازم نلتفوا حول الحكومة متاعنا، حول المجلس، حول كل ما معناها يبني للدولة. مسيرة دعم الشرعية ونصرة الجيش والأمن الوطني اللي في خدمة الوطن. كنا وخيان، كان النهضة، كان أي مواطن تونسي، أي مواطن تونسي. احنا توانسة، احنا نحبوا بعضنا، ما نحبوا فتنة ولا نحبوا حتى شيء. احنا نحبوا الحرية ونحبوا كل إنسان نهار الانتخاب كل واحد يظهر على روحه. رسالة نحب نقول لكل الأطراف أنهم يتقوا الله في تونس وفي الشعب التونسي وفي الإسلام. الشعب مسلم ولن يستسلم، الشعب يريد إسقاط النظام. وشعارات أخرى يرفعها كلا الطرفين من مساند للشرعية ورافض لها تفتح أبواب التساؤل عن مصير الشارع التونسي في ظل أزمة التجاذبات السياسية الراهنة التي تلقي بظلالها على حياتنا اليومية.